مع أن شهدت هذه اللقطات من اعتداء طال أحد رجال الأمن حتى غصت مواقع التواصل والشارع العراقي بالاستنكار والغضب، مطالبين القيادات الأمنية باتخاذ الإجراءات المنصفة بحق الملازم الذي تم الاعتداء عليه من قبل مندسين لا يمثلون المتظاهرين السلميين، ليلقى الملازم وسام الزبيدي الترحيب والثناء لالتزامه المهني وضبط النفس. العمل اللي قام به الأخ ملازم وسام هو جزء من أعمال رجال قوات الأمن الداخلي، وهذا اللي معروف على رجالات قوات الأمن الداخلي الصبر والتحلي بالأخلاق. عمل هذا الرجل عمل بطولي حقيقة نفتخر به نحن كضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، على اعتبار كان هناك تجاوز واضح. احنا بالمعارك لابسين جفان، انتم بالمعارك لابسين جفان، ومن نقعد بالفرايض نعدل الديوان. فريق النافذة العلمية لدعم ضباط وزارة الداخلية كانت له زيارة إلى منزل الملازم وسام لتقديم الدعم المعنوي، إلى جانب زيارة الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل الذين كانوا على تواصل مستمر للإطمئنان على صحته كونه رجل الأمن الشجاع كما وصفوه. أول مرة سمعنا الخبر عن طريق بالتليفون، خابري وأخوتي فقال لهم خابروني، فبصراحة يعني أب قلبه ينعصر من يسمع ابنه في هيك موقف صار، وما نعرف شنو نتائجه وشنو أضراره وشنو تفاصيله. بس ورا ساعة من شفنا الفيلم شفنا ابننا بسلامات والحمد لله، يعني فرحت واطمئن قلبي عليه، وأمه بالذات أمه يعني الحمد لله والشكر، أحمدنا الله وشكرنا إنه ابننا رفع راسنا وما خذلنا. ابننا بطل، يعني قدر يضبط أعصابه ويصرف تصرف صحيح بهيك فترات عصيبة، لأن هاي الشغلات مو كل واحد يمتلكها. الغضب أوله جنون وآخره ندم. أم سام، أريد نعرف يعني شعورك أول ما شفتي مقطع الفيديو والحادثة وكل اللي تعرض له وسام، بلحظتها شنو كانت مشاعرك؟ أحكي لك الصدق، أني لحد هاي اللحظة ما شايفة من عندي لا صور ولا فيديو ولا أي شيء، ما أقدر أباوع، وحلفت يمين أي صورة ما أي فيلم ما أباوع له، ما أقدر. وبعدين فقدت ساعتي ساعاني، فقدت ما امتلكني غير بس البكي والدعاء. ضبط النفس كان جدا مهم، خاصة بموضوع حساس مثل موضوع المتظاهرين، بين المتظاهرين وبين الدولة والحكومة. وأنا أعرف يعني تبعات الموضوع لو كنت رامي شخص، لو كنت مؤذي متظاهر، حتى وأن هم ما محسوبين على المتظاهرين، هم مندسين وأنا متأكد من هذا الشيء، بس لو كنت متصرف هيك أعرف تبعاتها القانونية راح تصير يعني جدا كبيرة، خاصة وأنا يعني ضابط، مستقبل الضابط حساس جدا. فيعني حاولت خال هذا الشيء ببالي وتمسكت به، أنه بالذات من شفتهم يعني هم دا يستفزوني، هم دا يردون هذا الشيء، عندهم غاية يريدون يوصلوا لها. بالصبر وضبط النفس حظي بتفاعل شعبي غير مسبوق ليتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بلقب رجل الأمن الشجاع ورمز المهنية العسكرية، وبذلك تكون هذه الحادثة رسالة إنسانية وطنية لكل رجال الأمن. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.